بسم الله الرحمن الرحيم. ده بنياز تاور على كورنيش. اول ما بندخل من المدخل في ريسبشن في الوش، الغرف على اليمين، بعد كده هنا في حمام الضيوف، تمام، وفي غرفة الخادمة، تمام، غرفة الخادمة بالحمام بتاعها، وفي ستور، بعد كده في المطبخ، والمطبخ له بلكونة متوصلة مع الريسبشن. دي برضو ممكن تعتبر تستخدم كمكان لغرفة الطعام. مطبخ مساحته كبيرة. بعد كده في الريسبشن، مساحة حلوة جدا، كلها على شارع خليفة، تمام، على شارع خليفة. بعد كده في الغرف، ده المدخل بتاعها، طيب المدخل، الغرف كلها تبقى موصلة مع الريسبشن ومدخل الشقة. دي أول غرفة شايفة البحر كويس، ليها خزنة واحدة في الحيطة، دي أصغر واحدة فيهم. دي تاني غرفة أكبر شوية، خزاين في الحيطة. بالنسبة للباركينج، هنا الباركينج سهل على الكورنيش، الباركينج سهل. بنتكلم لو سيارة أو اتنين، الباركينج مش صعب. ده الحمام يخدم عليهم على الغرفتين دول، وفي غرفة ماستر، ده الحمام بتاعها، غرفة الماستر مساحة ضخمة جدا وإضاءة ممتازة على شارعين. في نموذج سي فيو برضو في نفس البناية، والاثنين نفس السعر، بس النموذج ده جاهز على السكن على طول، النموذج التاني لسه محتاج شغل الصيانة. السعر 115 ألف. البناية تابعة لبنك فاب.